ملعب اول نوفمبر ب تيزي وزو اجواء كبيره جدا فوق المدرجات انصار الشبيبه حسب ما ذكر المحللون. تيزي زو هو الحكم الرابع انصار الوفاق ايضا متواجدون فوق مدرجات ملعب اول قدوش بدران سعد اوبومبو سيدهم اتو عمر جحنيت بن عياد بنوح عبد الحق بن شيخه يدرب الفريق ويساعد لا رضواني شتي بل كلام القائد سعدو رايح جرار بوخنشوش اليوم اساسي في تشكيله الشبيبه بن علجيه مهدي حمار زيري جابوت عادل يوسف بوزيدي يدرب. الان بدات المباراه لايتوا من اول كره للوفاق من هناك محاوله البحث عن بن عياد يحاول المرور يوسع كره سابه وخطيره دفاع يخرج الكره عسلة في اخر لحظه من جحنيت ملعوبه مقطوعه من جانب شبيبه القبائل بوخمشوش انطلق انطلق بوخمشوش مهدي بن علجيه يحاول يسدد ولكن الكره الى ركنيه كره صعبه هوائيه التفوق لشبيبه القبائل مسترجع انطلاقه من حمار يحاول حمار زيري يسدد الكره الثانيه التسديده بالنسبه لشبيبه القبائل الاولى من بن علجيه والثانيه من زيري حمار على الصوره مرت فوق مرمى الحارس الزغبه ها هي المحاوله بقوه كبيره على العارضه الافقيه اللي مرمى الحارس الزغبه يرجع الكره ايت عمر يوصل الكره لبنوح التغطيه للكره من بنوح امام ثلاث لاعبين يحاولوا السيطره والمرور في المره الاولى نعم في المره الثانيه مقطوعه الصراع متواصل بنوح يسترجع الكره من جديد مع ايت عمر بنوح انطلاقه الجهه اليمنى زيتي مقطوعه في الوسط تعود الكره من جديد كره ثانيه لايت عمر يوصلها مباشره توزيع كرة عالية ولكن مرت بدران حاول توزيع الكرة الأرضية ولكن الكرة مرت على الجميع ضربة ركنية لبن علجية مهدي بن علجية ملعوبة مرت أخطر كرة لحد الآن في الشوط الثاني لشبيبة القبائل جعبوط في القائمة الثانية لم يتمكن من ضرب الكرة كما ينبغي كما يجب ولكن جابوت تساهل لضرب ضرب الكرة خروج الزغبة يبحث عن الكرة وصلت لجابوت في الوسط يرسل الكرة للأمام سعد بن علجية بن علجية بن علجية هيلا يرسل صعبة يا سلام الزغبة قوي الزغبة خرج الزغبة غطى مرماه منع الكرة من الوصول إلى الشباك تتحول إلى عملية هجومية بن عياد مع بكير مراد بن عياد من هناك الكرة ممتازة يوصلها لجحنيت يحاول جحنيت بين أحضان الحارس عزلة واحدة بواحدة ولكن الأولى كانت أصعب شتي على الجهة اليسرى من هناك شتي في هذه الكرة محاولة لشبيبة القبائل توزيع الأرضية عاد بن يوسف مدرجات ملعب اول نوفمبر بتيزي بن يوسف هدف زائد بطاقه صفراء تحركت الجماهير فوق المدرجات بهذا الهدف الذي انتظره الانصار كثيرا توزيع من شتي هاو بن يوسف
يوسف استلم الكرة وسدد بعد ذلك بقوة كبيرة، صعب على الحارس، زغب بقوة وبيسرى بن يوسف المتقدم وبعد ذلك المتراجع لاستقبال الكرة وللترويج في المرة الأولى، المتابعة في المرة الثانية بطريقة ممتازة في سقف الزغبة التي كان أو الشباك التي كانت تنتظر في هذه